مساء الخير على كل مشاهدي قناة الشرقية في جميع أنحاء العالم. حلقة جديدة من هوليود الشرق. حلقتنا النهاردة حلقة مميزة جدا، هنتابع من خلالها حفل افتتاح الدورة 39 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. تابعونا. السنة أنا كتير مبهورة بالتنظيم وبالشيء الفظيع اللي موجود. المكان الجديد للمهرجان، اتعودنا كل سنة بيكون في الأوبرا، مرات في الهرم، مرات في القلعة، النهاردة في قاعة المؤتمرات، فرأيك إيه؟ لا، ما قلت لك إنه شيء مبهر وشيء فظيع، يعني هاي أول سنة. برافو برافو، ما بقدر أقول غير برافو، الله يقويكم. شادية وإهدائها الدورة دي؟ أكيد أكيد، شادية كلنا بنعرف شادية من أهم 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 وأرقى الفنانات، يعني الله يقومها بالصحة والعافية، ويا رب يا رب. المشاركة اللبنانية أخبارها إيه؟ طبعا نحن لبنان ومصر، يعني كل عمرنا من أيام السبوحة ونور الهدى. لا إن شاء الله إن شاء الله، زي بقى الجزء الثاني.